الجولة 17 وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، الأهلي في ضيافة الفيحة. البداية أهلاوية وعرضية محرز لرأسية كيسيه، ولكن فلاديمير يعلن التحدي كالعادة. الأهلي يضغط وعرضية ماكسيمان والرأسية من فراس تعلن الهدف الأول للأهلي. الله 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 فراس. مندي وما أدراك ما مندي، يصد كرة من ساكالا لا ترد، تجلى هذا السنغالي. وماكسيمان أراد أن يتقاسم الإبداع أيضاً، يراوغ ويعرض، ورأسية علي مجرشي تعلن الهدف الثاني للأهلي. الله 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 الله، إي والله. الهدف الثالث للأهلي من فراس يحضر بعد تمريرة من ماكسيمان. الأهلي يضرب. قبل نهاية الشوط الأول، الحكم يحتسب ركلة جزاء للأهلي بعد إعاقة كيسيه، ورياض من غيره يتقدم. الهدف الرابع للأهلي. يحرز الرابع ويحرز هدف السابع. وفي الشوط الثاني، الأهلي وعبر ركلة حرة يسددها محرز قوية، وفلاديمير يتصدى لها، وساكالا في انفراد تام، وفرصة التقليص للفيحاء مندي يمنعها. والبديل الأهلاوي فيرمينهو ومن أمام المرمى كاد أن يضيف هدفاً، ولكن فوق المرمى. انتهى اللقاء بانتصار الأهلي برباعية مقابل لا شيء. الأهلي للنقطة 34 في المركز الثالث، والفيحاء على رصيده السابق ب19 نقطة في المركز العاشر. الفيحاء سيحل ضيفاً على الخليج في مباراته القادمة، والأهلي ضيفاً على الحزم في بريدة.